سوف نتعرف على طريقة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر للمغرب. نقوم بالضغط هنا على موقع جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث على موقع azdpmo. سوف يظهر على هذا الشكل. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على طلب الاستفادة. هنا سوف نقوم باختيار الجنس أنثى أو ذكر. نصف نقوم بكتابة رقم بطاقة الوطنية التعريف الإلكتروني. نصف نقوم بكتابة معرف الرقمي. نصف نقوم بكتابة تاريخ الولادة. ونصف نقوم بإدخال رمز الأعلى. بعد نصف نقوم بالضغط هنا تأكيد. من ثم نصف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل المسح. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونراكم فيديوهات القادمة.